أهلا بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأنباء. وصل رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله اليوم الخميس إلى قطاع غزة مع عدد من وزرائه، وقال الحمدالله أمام الصحفيين في كلمته وفور وصوله إلى المعبر أن الحكومة ستعمل على ضمان عودة غزة إلى الحياة الطبيعية والربط مع الضفة الغربية والقدس، وسننتقل من أعمال الإغاثة وفق خطط وطنية إلى تحقيق تنمية شاملة في القطاع. في هذه الأثناء دعت الخارجية الأمريكية إسرائيل إلى الاشتراك في إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة، وجاء على لسان المتحدثة بلسان الخارجية خلال مؤتمر صحفي قولها إن الولايات المتحدة تعتقد بأن على إسرائيل لعب دور في إعمار القطاع. ميدانيا، بسطت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سيطرتها على أراض زراعية تابعة لبلدة الخضر ونحلين غرب بيت لحم، وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال استولى على نحو 3 دنومات في منطقة سربتين قرب مستوطنة دانيال إلى جانب تجريف الأرض وتسويتها، ووضع لافتات كتب عليها منطقة مغلقة يحظر على العرب الاقتراب منها. في موضوع آخر، صرح النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي باسل غطاس أن ميزانية عام 2015 والتي تم المصادقة عليها هذا الأسبوع من قبل الحكومة الإسرائيلية هي ميزانية تراعي بالأساس الاعتبارات الأمنية والحزبية لإسرائيل وتتجاهل الاحتياجات الاجتماعية وخاصة احتياجات المجتمع العربي والطبقات المسحوقة والفقيرة والطبقة الوسطى. واختتم غطاس تصريحه بأن الميزانية لا تبشر بالخير ولا تحمل تغيرات ضرورية في عدة مجالات كالإسكان وغلاء المعيشة. نختم الموجز بهذا الخبر، فقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا قياسيا وصل إلى 3.07 شواكل في سابقة هي الأولى منذ أكثر من 18 شهرا، وذلك في سياق موجة صعود بدأت إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وذكرت صحيفة جلوبلز الاقتصادية العبرية أن صعود اليورو أو الدولار اليوم أجبر البنك الإسرائيلي المركزي على شراء 200 مليون دولار في محاولة للحد من صعوده بعد أن ارتفع بنسبة 0.94% خلال اليوم. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.